احنا بنتجوز ونعمل ليلة الفرح، لكن مش عارفين نخلي حياتنا فرح. وبعدين نجيب اولاد ما نعرفش نربيها، الاولانية مصيبة والتانية جريمة. انا مصيبة هنتطلق، هنتعز بعض. فانا مش متدرب اتجوز ازاي، ما قريتش، ما اعرفش، داخل على عالم، على لغة. في 12 حاجة ممكن اتطلق بيهم، من اول القيم والاعتقادات والمبادئ وجهات النظر تجاه الاشياء، وبعدين الفلوس، وبعدين النظام التمثيلي والشخصيات وتربية الاطفال، هنتخانق. فلما تبقى عارف كده مقدما، لما بتخش في خناقه ما بتتخانقش، بتخش في تفاهم عشان الاثنين يكبروا سوا. اللي انا بقول للناس متجوزين، الوقت اللي بنبطل ننمو فيه مع بعض هو ده الوقت اللي احنا بنموت بعض فيه. مفيش نمو جماعي، احنا بننمو سوا، ولما يجيب اولاد ننمو معاهم. طب والتانيه جريمه ازاي؟ هنطلع اولاد مجانين. اتفرج في الشوارع عامله ازاي، مش محتاجين مجانين. الولا عامل ديك رومي في الشارع، عامل شعره زي ديك الرومي، ودلوقتي التسريحه الجديده يحط فازلين ويروح عامل كده عشان كل شعره مخصمه الثانيه، وحواجبه وعاملها كده، وبعدين حاطط حلق في لسانه، وبعدين مش عارف سنانه عامل فيه ايه، وحاطط تاتو هنا من اول هنا هنا، وبعدين عامل خرمين في البنطلون، وبعدين من ورا كاتب لاف، وماشي في الشارع بالمنظر ده وفرحان، وبعدين البنطلون طويل للدرجه يشده كده في الارض عشان يلمس الارض ويلم كل الجراثيم الممكن عشان ياخدهم معاه البيت. فعارف البيت كله يجيله تخلف من غير ما ياخد باله، وبعدين عايز كل ما حد يكلمه يروح عامل رجله كده. شفتوا البنطلون المخروم؟ ايه رايكم فيه؟ 300 دولار بس بره. البنطلون ده غالي ب 300 دولار، بنطلون مخروم من اللي احنا بنديه للناس في السيده زينب بيشحتوا بيه، بيدفعوا فيه 300 دولار. شوف الخيبه، ايه ده؟ وبعدين الواحد بعت لي قال لي دكتور انت بتفكرني بايام زمان، تسريحه شعرك وشياكتك. عايزك تفتكر ايام زمان. مش معنى كده ان زمان احسن من دلوقتي ولا اول احسن من دلوقتي، عايزك تفتكر انك شيك. ربنا الله سبحانه وتعالى جميل ويحب الجمال، وربنا عايز يشوف نعمته على عباده، عايز يشوف نعمته عليك. فوريني روعتك، لكن الخرم ده وبتاع، وعامل لي البلاوي دي كلها، وحاطط لي هنا عارف حديد حديد، وانا لابس رخص، وبعدين عامل بتاع هنا بشرشبه كده وبتاع عشان خاطر لو عضت يبقى عنده رخصه ما تاخدش 21 ابره. فلما نجيب عيال بالمنظر ده، عيال مجانين مش متربي، لان ما اعرفش اربي. لا، طالما ما بتعرفش تربي ما تجيبش عيال ما انتش كفء. واساسا تتجوز لازم تعرف تتجوز ازاي. لما تجيب ولادك ترايب، لان انت عاوزهم يكونوا كويسين جدا، اقرا اقرا، فتش، دور، اسمع، اسال، روح دورات زي دي، فيها حاجات في منتهى الروعه. هتلاقي اولادك لما تربيهم كويس يبقى فريقك يقربوا منك اكتر ويجروا عليك، عارف، تفتح باب البيت كده لما يكبروا كلهم يجروا عليك، بدل ما تربيهم غلط اول ما تفتح الباب يجروا منك.